هذا الاجتماع هل حسم الأمر؟ من وجهة نظري أن هذا الاجتماع له عدة أهداف، قد يكون الهدف الأول منه هو إظهار التحالف الثلاثي على أنه متماسك، خصوصا وأن طبيعة الأحداث الأخيرة وطبيعة يعني التدافع السياسي أوحت أو أشرت إلى حد كبير بأن التحالف الثلاثي ماضي نحو التفكك، ولذلك جاء هذا الاجتماع هو كجزء من إثبات صلابة هذا التحالف. الأمر الآخر هو التدارس في طبيعة القرار الذي يمكن أن يصدر من قبل المحكمة الاتحادية فيما يرتبط بشرعية إعادة فتح الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من عدمه، وهذا بحد ذاته قد يعني يدفع أو يحفز التحالف الثلاثي لدراسة عدة سيناريوهات، يعني خصوصا وأن يعني حرمان أو قبول الطعن بعدم شرعية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، أنا أعتقد أنه سيضع التحالف الثلاثي في موقف محرج جدا. هنا لا أتحدث فقط عن الديمقراطي الكردستاني. أضف إلى ذلك يبدو بأن هذا الاجتماع بالتحديد وخصوصا في بغداد يؤشر على أن هناك تدارس لمبادرة يمكن أن يطلقها تحالف السيادة من جهة، وأيضا الديمقراطي الكردستاني من جهة أخرى، للتأثير أو محاولة قبول الكتلة الصدرية بهذه المبادرة من أجل الوصول إلى تسوية مع الإطار التنسيقي، ومن ثم انبثاق خارطة السلطة القادمة فيما يرتبط برئاسة الجمهورية أو حتى رئاسة الوزراء، وأيضا توزيع الحقائب الوزارية.